يا صباح الفل عليكم، حلقة جديدة وحلوة جدا إن شاء الله من مطبخ الحياة. وصفاتنا النهاردة حلوة هتعجبكم جدا وبسيطة تنفع للصيف اللي احنا فيه. أول وصفة هبتدي بلسان عصفور بس مختلف على اللي احنا متعودين عليه، هعمله بالخضار والكريمة، طعمه حلو جدا كطبق جانبي جنب أي وصفة. المقادير بتاعتي: كوبايتين لسان عصفور، بصلاية كبيرة مفرومة، ثوم، فلفل حراق، فلفل ألوان مكعبات صغيرة، سبانخ حوالي نقول نص كيس سبانخ هعصرها كويس، كوباية كريمة، موتزاريلا، زعتر وبابريكا وبهارات وطبعا ملح الفلفل. أول حاجة هحط شوية سمنة وابتدي أشوح البصلة، أخليها تسخن. هذه البصلة والثوم والفلفل الحراق، هما دول اللي انا عايزاهم يصفروا ويقعدوا على النار فترة اطول شوية من الباقي. الخضار الباقية مجرد تشويحة بسيطة، ولان هو ده في الاخر هيبقى طاجن ويخش الفرن، بس البصل عايزة اطلع السكر اللي فيه وعايزة اخلي ريحة الثوم حلوة معايا اهو. مجرد يصفر وريحته تطلع كويس، خدوا بالكم اللي هو لسه هيكمل مع بقيه الحاجات. بصوا اهو، هاجي لسان العصفور هقلبه معاه. انا مش عايزه لسان العصفور يبقى لونه بني او لونه غامق، لا خالص، هي مجرد اشوحه شويه صغيرين. هحط مع السمنه بقى شويه زيت علشان اشوح كويس، وهبتدي احط التوابل وهو بيتشوح. هحط الفلفل الاسود وهحط بابريكا زعتر وخلطة البهارات المشكلة. تاني انا مش عايزاه يغمق، لا انا عايزه لونه يبقى فاتح، مجرد بس يشكشك على النار معايا، لان اصلا اوريدي التوابل بتغمقه وكل الحاجات اللي انا حطها له دي هتخلي لونه متوسط، فمش عايزاه يبقى غامق. هاجي بقى اعمل ايه، هروح حاطه الفلفل الالوان، اجي احمر واخضر السبانخ. هي الحاجه الوحيده اللي مش هقلبها معاهم، ليه؟ علشان انا مش عايزه يبقى لونه يضرب كله اخضر، لا انا هوريكم هحطها بعد كده ازاي. بصوا لسان العصفور لسه الحباية صغيرة، علشان لما بتستوي بتشرب مية بتكبر، فعشان كده الخضار باينة أكبر أو أكتر من لسان العصفور. حاجة أعمل إيه، أحط الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية كريمة سخنة وكوباية مية سخنة، ممكن أو كوباية ونص مية. هخليه يغلي كويس، علشان كده انا حطيت الكريمه والميه اهي بقت سخنين علشان ما ياخدش وقت كتير على ما يغلي اهي، وبغطيه يا دوبك يشرب الميه بتاعته، وممكن اخليه يكمل السوا كله في الفرن بعد كده، يعني مش لازم فوق هنا. بس هنعمل ايه، هندهن الطاجن اللي هنحطه فيه علشان ما يلزقش لسان عصفور، زي اي مكرونه ممكن تلزق، فلازم ادهن الطاجن علشان ما يلزقش ويطلع معايا حلو، خصوصا ان انا هحط له على الوش موتزاريلا.
فمش عايزه الدنيا ايه تبوظ. خلاص اهو هاجي كده بالطاسه، هجيبها الوك يعني، وادي كبشه. بسم الله الرحمن الرحيم، هروح حاطه الكميه دي. تعمل لي عشان الطاجن رفيع، تعمل لي 2، فهحطها على 2 وهغطيهم بقى بورق زبده وفويل وادخلهم الفرن. بس لسه الاول هحط السبانخ، هوريكم انا هحط السبانخ ازاي. نحطها كده اهو، ما بقلبهاش عشان انا مش عايزه يبقى لونه اخضر. لو قلبت السبانخ فيه هتلاقي ان الميه بتاعته دي بقت خضراء والطاجن كله بقى لونه اخضر. فك كده اهو، وهاجي بقى احط الجبنه الموتزاريلا. بسم الله، لازم يكون متغطي والا مش هيستوي. ما ينفعش ادخله فرن مكشوف، لازم اغطيه علشان يستوي، يا اما اسويه على النار وادخله كده بس على ما الجبن تسيح وتعمل وش، لكن لازم يتغطى علشان ادخله فرن. انا بعمل كده شكل، طبعا انت ممكن تحطيه عليها عادي بس كده عشان يبقى الحاجه شكلها حلو بس. وبغطيه وبدخله الفرن نص ساعه يا دوبك على ما لسان العصفور يشرب السوائل ويستوي. بكشفه لغايه اما اتاكد ان الجبنه ساحت تماما وبقدمه. مش عايزه اقول لكم طعمه بجد حلو جدا. هروح بقى دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، حطينا طواجن لسان العصفور في الفرن وهنعمل دلوقتي اكله حلوه وسهله وجميله، وهي السمك الفيليه. هعمله على شكل طاجن او صينيه او طاسه زي ما تحبوا تسموها. هعمل سمك فيليه بخلطه حلوه قوي، وهعمل سلطه بالبنجر والبطاطس. قبل ما ابتدي في مقادير السمك الفيليه عايزه اعمل خطوه في السلطه، وهي البصله بتاعت السلطه الشرايح. ودي خطوه انا بعملها في اي بصل بستعمله في السلطه، يعني اي بصل بيتاكل ني لازم الخطوه دي. مش كل مره بعملها قدامكم بس بقول لكم انا بعمل كذا، فخلينا نعملها سوا. ادي البصلايه شرايح، هحط معلقه ونص مثلا سكر كبار ومعلقه كبيره خل، وادعك البصل كويس قوي بالسكر والخل. ايه فايده الحركه دي؟ البصل بيبقى فيه ريحه مش حلوه وفي طعم اوفر كده، الحركه دي بتخلي طعم البصل غير كده خالص، لا في ريحه ولا في طعم وحش وحراق. خلاص بعد كده اهو بسيبها 10 دقائق يا دوبك على ما اعمل السمك. هحط بقى شويه ميه عليها، يعني حطيت الخل والسكر، هغطيهم باي ميه عندي، ميه من حنفيه عادي، وبسيبهم 10 دقائق. هيفرق جدا في طعم البصل وفي طعم السلطه. اوكي، هاجي بقى اقول مقادير السمك بتاعي. سمك فيليه اي نوع انت بتحبي تستعمليه هنستعمله. بصلايه مفرومه، 3 فصوص ثوم، 3 ثمرات طماطم، فلفل حراق، فلفل رومي مفروم، لومي مطحون وعصير ليمون، زعتر وفلفل اسود. اللومي هو الحاجه الاساسيه في الوصفه بتاعه النهارده، اللي هو الليمون الاسود المطحون. برش السمك بيه هو والملح. لو ما لقيتيهوش في السوق هو بيتعمل بسهوله، بسهوله جدا كمان. بنجيب الليمون البنزهير الصغير بتاعنا ده، بس يكون اصفر ما يكونش اخضر. وبعد كده هحط شويه زيت، انا حطيت ملح ولومي وشويه زيت على السمك. بخرم الليمون بشوكه او ببوس سكينه رفيعه، بدعكهم. وبعد كده اهو الليمون ده بعمل ايه؟ بروح حطاه في الفرن
ست ساعات على حرارة أوطى حرارة عندك في الفرن، أول درجة. أوطى حاجة أحط الليمون على شبكة الفرن وأحط تحتيه صينية عشان لو نزل سوائل ما يوسخلكيش الفرن، وبسيبه ست ساعات على أوطى درجة. بعد كده أهو بروح حاطاه في صينية ومغطياه بشاشة وحطاه في مكان متجدد الهواء وفيه شمس. هينشف يعني هيقعد يومين تلاتة ممكن أربعة حسب حجم الليمون، كل ما الليمون كان أصغر كل ما أخد وقت أقل، كل ما كبر كل ما الوقت بيبقى أكتر. وبعد كده هو لونه بيبقى كده، وباخده بطحنه، ده لونه، ده لون الليمونة، الليمونة اللومي بيسموه لومي. بصوا لونه بيبقى غامق كده، ما تستغربيش لونه، ده لون الليمونة بيبقى كده وانا بطحنه علشان استعمله. في طبعا الوصفات اللي هي الخليجي والهندي وكده بيستعملوا الليمون، هو مجرد بنخرمه وبنحمره في شويه زيت، نشوحه كده مع فلفل حراق مثلا او عود قرفه، ورق لورا. وهاجي بقى هنا بسم الله على الجريل بتاعي او اي طاسه عندي، نقطتين زيت علشان السمك ما يلزقش ويفتفت، لو لزق السمك هيتفتفت، فناخد بالنا من النقطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اجي اروح حاطه شرايح السمك كده، اهو. دايما الطاسه السخنه مع الماده الدهنيه بتخليش الحاجه تلزق، حتى لو طاسة ستانلس، بس علشان السمك فراجايل فهش وممكن يتفتت بسهولة، فدايما حاولي ان الطاسة تكون ما بتلزقش. ولازم اعمل كده كل شوية برضو عشان ما تلزقش. رشة فلفل اسود، انا حاطة ملح، كل التتبيلات بعد كده بقى كل اللي انا عايزة احطه هحطه في الصوص اللي هيتغطى بيه السمك، اهو كده. هخليه يتحمر من تحت قبل ما اقلبه، ما ينفعش اقلبه والا هيتفتفت معايا، لازم اخد بالي من النقطه دي ان هو يكون استوى علشان اقدر اقلبه على الوش التاني. المهم بس ان هو ما يتحرقش منك. كل شويه اعمل كده. وبعد كده هو بقى هاجي اروح قلباه بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم لونه يكون ابتدى يغير، انا مش عايزاه يتحمر لان انا لسه هدخله الفرن شويه، او اخليه على البوتاجاز لو انا هعمله صينيه. ما احنا قلنا هو صينيه او طاجن او طاسه، لو طاسه حديد اهو كده، فانا مش محتاجه ان انا اسويه تماما، لا انا عايزه بس يقفل المسام بتاعته اهو، واجهز الطاجن اللي انا هعمل فيه السمك اهو. ما بدهنش الطاجن ولا حاجه، مش هيلزق معايا، خلاص هو زي ما هو كده. دي نسينا نقلبها اهو، بس شايفين لونه حلو ازاي وريحته فظيعه، ريحه اللومي بقى عامله ريحه فظيعه في الاستوديو. هاجي هحط هنا شويه، خليني اسخن البصله قبل ايه علشان الوقت، شويه زيت سخن، هحط البصل مفروم ناعم، ادبل البصل على النار، وهاجي هرص السمك بقى بتاعي في الطاجن. وتاني عايزه اقول لكم، انا ممكن اعمله في الطاسه اللي انا بعمله فيها دي واقدمه بيها لو هي ايه تنفع للتقديم يعني، بس انا هعمله في طاجن عشان يبقى شكله حلو في الاخر، وهديله غلوتين في الفرن. السمك اصلا ما بياخدش سوى، السمك بيستوي بسرعه جدا. البصله عشان ما تلسعش في حته، الحته الملسوعه دايما بتمرر، فخدوا بالكم من النقطه دي اهو. انا ليه برفعه بايدي عشان ما يفتفتش اهو، هو سخن
اهو بالراحة كده. بصوا علشان دي اخر واحدة اتقلبت اهي. بصوا برصه في الطاجن علشان عشان بس تاخد الباقي اهي خلاص. وهحط دايما انا بحب احط خلاصة الحاجة عليها لان الطعم كله بيبقى في الخلاصة دي. لو هي مش جريلا طاسة عادية انت ممكن بعد ما تعملي كده تعملي البصلة هنا فيها، بس انا عشان اختصارا للوقت اهي ادي البصلة ابتدت تصفر معايا. هحط فلفل الرومي، خلينا اجيب سباتشولا عادية احسن اهي. ميزة بقى السيليكون بصي بتاخد الحاجة كلها بتغرفها غرف علشان الحاجة ما تلسعش، حتى احسن بكتير من المعالق الخشب، وطبعا علشان ما تجرحلكيش الطاسة. ريحة الفلفل طلعت، التوم بقى حفرة في النص، ادي التوم، فلفل الحراق، بصوا ادي البصل والفلفل طبعا كلها كاروهات صغيرة. هاجي بقى الطماطم مكعبات صغيرة، مش هحط صلصة، انا مش عايزاه احمر قوي، لا هتشوفوا شكله ولونه. هخلي بقى الطماطم، هحط عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، والزعتر، شوية لومي كمان، وملح، وفلفل اسود، وشوية مية صغيرين يعني ربع كوباية عشان بس الطماطم تتخدع معايا على نار عالية. أنا مش هوطي النار علشان عايزة الخلطة دي تتخدع بسرعة يعني. خلاص هسيبها على النار تغلي غلوتين على ما اعمل السلطة وارجع لها. اوكي اهو كده هنسيب السمك، وادي الخضار بتاعته بتتسبك على النار. هاجي اعمل السلطة بتاعتي. البصل انا حطيت عليه مية فمش محتاجة اشطفه، لو انا عملته دعكته بالخل والسكر من غير ما احطه في مية انقعه في مية هاجي اشطفه. خلينا نقول مقادير السلطة الاول. بنجر مكعبات، البنجر يا اما مسلوق يا اما فروزن، لو انت شارياه اكياس فروزن جاهزه مش محتاجه انك تسلقيه، لو انت عاملاه في البيت فريش لازم البنجر هيتسلق ويتقطع مكعبات. بطاطس مسلوقه مكعبات نفس حجم البنجر، حاولي ان الاثنين بصوا عشان يبقى شكلها حلو الاثنين يبقوا نفس الحجم ونفس التقطيعه. بصلايه شرايح، فلفل حراق، جرجير، زيت زيتون، ليمون، شوية مايونيز مش كتير، المايونيز فيها يا دوبك حاجة بسيطة. يبقى البصل ما كتبتش أنا في المقادير سكر وخل لأنه خلاص إحنا متعارف عليه إن أي سلطة هنحط سكر وخل في البصل. المية خلاص أنا مش محتاجة إن أنا أشطفه، هشيله كده من المية وأروح حاطه هنا. خدوا بالكوا إن البنجر من الحاجات اللي بتصبغ الإيدين، فكوني حذرة جدا في التعامل معاه خصوصا على هدومك علشان خساره. فلفل حراق والبطاطس، الجرجير، الجرجير الورقه بقسمها اتنين لو طويله اهي بايدي كده من غير سكينه، الورقه الطويله تلاته والورقه الصغيره اتنين من غير العروق، يعني العروق بشيلها ما بتبقاش حلوة في السلطة دي. الورقة الطويلة زي ما قلنا تلاتة والصغيرة اتنين بالإيدي اهي. دي السلطة قربنا نخلصها، خلينا نبص على الخضار علشان انا سايبة النار عالية اهي. بصوا ابتدت تطرى ازاي،
ريحه بقى الزعتر مع اللومي مع الفلفل الحراق خرافيه. فيها شويه ميه اهي، عايزاها الميه تتبخر سنه كمان على ما اخلص السلطه. هاجي بقى هنا اخر حاجه هحطها البنجر، ممكن تضيفي عصير ليمون لو عايزه يعني زياده اهو، وملح. دايما السلطات اللي فيها خضار بتتسلق حطي ملح فيها وهي في السلق، لان هي البطاطس والبنجر والحاجات دي مش هتشرب من طعم الملح قوي، فلازم يدخل جواها. زيت زيتون ما بقلبش غير في الاخر مره واحده علشان البنجر ما يصبغليش الحاجه كلها. هقلب بايديا بالجلافز ليه؟ علشان هاجي كده من تحت اخد المايونيز، علشان كده بقول لكم البنجر علشان تبقى الحاجه ملونه تلوين بسيط كده اهو كده بالراحه، واروح مقلبه كل السلطه مع بعضها. بعدين هجيب الطبق، طبعا ما تعمليش الحركه دي بايديكي نهائي والا ضوافرك هتبقى حمراء، خدي بالك من النقطه دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، هخلي الجرجير اغلبه تحت، وادي البنجر والبطاطس. هي سهله وبسيطه بس طعمها حلو قوي، وبعدين احنا في الجو الحر ده محتاجين ان احنا ناكل سلطات كتير عشان على الاقل تعودنا عن الميه اللي بنفقدها طول النهار، وطبعا شرب الميه لا غنى عنه. خلاص ادي السلطه بتاعتي، هاجي بقى اكمل السمك. اوكي دي السلطه خلصت، ادي الطاجن بتاع السمك، وادي الخضار بتاعي خلاص جهز هروح حطاه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهدخله الفرن من غير ما اغطيه 10 دقايق بس يشكشك مع بعض. لو انا هعمله على النار هحطه على نار واطيه برضو يشكشك 10 دقايق. خلاص اهو علشان بس السمك يشرب من طعم الخضار دي، انا هعمله في الفرن عشان اقدمه في طاجن جنب طاجن لسان العصفور عشان يبقى شكل الحاجه كلها على السفره حلو، البدام طاجن يبقى التاني جنبه وطاجن. وادي السلطه، هروح لفاصل بقى وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنعمل وصفة حلو مختلفة. أنا بصراحة أول ما عرفتها أو أول ما اخترعتها كانت ببواقي الشوكولاتة بتاعت ولادي، كان دايما بيفضل شوكولاتة متكسرة، فجربت إن أنا أعملها طلعت معايا حلوة قوي، فبعد كده اعتمدتها على طول. جلاش بالشوكولاتة، لفة جلاش زيت وزبدة، صابع شوكولاتة أو بواقي شوكولاتة أو شوكولاتة مبشورة اللي موجودة عندك، سوداني مجروش وسمسم. هاجي أعمل إيه؟ أول حاجة بخلط الزبدة مع الزيت وسيحهم، لازم تبقى سايحه علشان اعرف اشتغل بيها. خلاص وهاجي لفه الجلاش بتاعتي. بسم الله، طبعا خدي بالك ان الجلاش بينشف بسهوله. هاخد ورقه ورقه بالراحه كده، هو الطبق علشان غويط مضايقني، هحطه في طبق. ممكن تعمليها على فكره، ممكن تعمليها صينيه وتحشيها بالسوداني والشوكولاته المبشوره هتبقى حلوه، بس هي شكلها كده احلى، خصوصا ان الفكره جات لي اصلا من بواقي صوابع الشوكولاته بتاعه الولاد. بصوا هاجي اهي، المفروض الورقه ورقه، واروح دهناها و تانيها اتنين، ما بعملهاش رفيعه، لازم تبقى تخينه عشان الشوكولاته لما تسيح فيها هي هتبقى
كتيرة. فايه اهو اهي، ثلاث ورقات اهي، وادي شوكولاتة. ما بقتش بقى، ما بقاش عندي اطفال ولا ما عنديش شوكولاته، بجيب قالب شوكولاته رفيع وبقطعه بالطول كده اهي. بصوا اوريها لكم اهي، واجي هاخد، انا هعمل الصباع الواحد او الرول الواحد اكبر من الشوكولاته، لان هي هتسيح وهتكتر فيه، يعني ما اروحش قافلاه على قدها، لا انا هعمله لغايه هنا، هي اوريدي هتسيح. اهي كده، واروح لفاها واروح دهناها كويس قوي بقى من بره، وايه احطها على ورقه زبده في صينيه تاني، هيفضل نص، فهعمل برضو واحد ونص علشان اي انا هتنيها زي ما هي وهتنيها. اهي الدهن، الدهان اللي انا بدهنه ده علشان ما تطلعش ناشفة، لازم تبقى ناشفة، لازم تبقى سوري مش ناشفة، يعني تبقى مقرمشة من بره بس جوه ليها طعم حلو كده زي البقلاوة، لكن لو عملتيها ناشفة قوي مش هتبقى حلوة، عشان كده بيدهن خصوصا في الحاجات مش مسقية، يعني لما بنعمل الجلاج بنسقيه بلبن وكده ما بن ايه ما بنحطش سمنة او زبدة كتير. اهي بجيبها كده اهي، واروح ابتدي اتنيها واتنيها، ممكن احط فيها سوداني وممكن اعملها من غير سوداني، اهو احط السوداني، ادي السوداني، السمسم هرشه على الوش، وادي بلفها. بسم الله، القرمشة بتاعت السوداني مع الشوكولاتة السايحة بتبقى حلوة قوي. وايه هاجي احطها هنا، نعمل واحدة كمان، خلينا نعمل واحدة كمان، نعمل واحدة كمان، اخر واحدة، ادي النص بدهنه، وهاخد ورقة اتنيها اتنين عشان تبقى واحدة ونص، هي واحدة ونص كفاية قوي، ادي ورقة بصوا اهي، لازم تدين كويس قوي، الزبدة يبقى مقدارها تلتين الزيت، يعني ما كترش الزيت عن الزبدة، الزبدة هي الاكتر تلتين، ادي وادي السوداني، وبعد كده اهو هنلفها كويس قوي وندهنها كويس جدا ونحطها. ممكن السمسم ترشيه دلوقتي وممكن نرشه في الاخر كديكوريشن، لو رشيناه دلوقتي هيتحمص معاها، وهوريكم لو رشيناه كديكوريشن. بدخلها الفرن بتاخد حوالي 25 دقيقة ل 30 دقيقة، اهو شيلها علشان تستوي تتحمر، اول ما تلاقي لونها بقى ذهبي، المهم ما تخليش حرارة الفرن اعلى من 180 عشان الشوكولاتة تسيح، علشان اهو بصوا عشان الشوكولاته تسيح، لان هي
مش عايزاها تستوي والشوكولاته جوه ناشفه. خلاص بعد كده اهو هاجي هعمل خيوط بين الشوكولاته عليها. دي حاجه اكسترا يعني مش لازم اهي. ونرش رش السمسم وممكن رش السوداني زي ما انت عايزه. وبتتقدم طعمها حلو واولادك هيحبوها جدا. وزي ما قلت لك ما لقيتيش اصابع شوكولاته، اي شوكولاته مبشوره لان هي هتسيح كده كده، بس هي اسهل طبعا لو هي صوابع شوكولاته. وبتقدميها لهم بالهنا والشفا. هروح بقى دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. عملنا ايه النهارده؟ عملنا وصفات حلوه ومختلفه. اول حاجه عملناها طاجن لسان العصفور بالخضار والكريمه، ريحته ماليه الاستوديو هو والسمك جبار يعني. عملنا كمان طاجن او صينيه السمك الفيليه، حطينا عليه الخضار، الصوص اللي نازل منه بصوا لونه لون اللومي حلو جدا. وعملنا سلطه بنجر وبطاطس، ده الطاجن السمك. عملنا سلطة البنجر والبطاطس، شايفين الجرجير مش كتير، هي اغلبها بنجر وبطاطس، بس طعم النكهات كله هو ممزوج في بعض رائع. اخر حاجة عملناها بقى اللي هي رولات الجلاش او اصابع الجلاش بالشوكولاتة او الجلاش بالشوكولاتة زي ما تحبوا تسموها. وزي ما شفتوا عملنا عليها خطوط بالشوكولاتة السايحة، طعمها حلو وشكلها شيك جدا لما يكون حد جاي لك، وسهلة وبسيطة بتاخدش اي وقت خالص. وصفات سهلة طعمها حلو، جربوها مش هتندموا، وهتكلموني تقولوا لي ان هي ظبطت معاكم ان شاء الله. يا رب يكون حاجه النهارده عجبتكم. لينا وصفات كتير واشوفكم على خير.